مين أكتر واحدة في السينما المصرية كانت بالنسبة لك علامة شف؟ ما تنساهاش، تعتبرها أم فعلا. مفيش كلام طبعا، ست أمينة رزق، مفيش حد. أكتر مفيش حد واحدة فوق. علمت معاك؟ ماما أمينة. طب أنت تعرف إنه أمينة رزق هي اللي أنت اقتنعت بيها جدا دي يا شف؟ معانا على الشاشة هي، بسم الله ما شاء الله، الله يرحمها يا رب. الله يرحمها. الله يرحمها يا رب. هي في الحقيقة ما قدرتش تعيش نفس الأحاسيس دي بعيدا عن الشاشة؟ أحاسيس هي قال أنا؟ لا هي. أنا بحسب. هي يا شف؟ لا تقدر تعيشها، بس هتعيشها زي ما اتجوزتش. لا انا بقول لك ما قدرتش تعيش نفس احاسيس الامومه دي. انت عارف انها ما اتجوزتش؟ اه انت بتحرق لي اللي انا هقوله لك. انا عارف انها ما اتجوزتش. اقول لك على حاجه، ما شاء الله ده انت طلعت شطور. انت عارف يا شايف، عايز اقول لك بقى انه من شطاره الممثل انه يستدعي تفاصيل هو ما عاشهاش اصلا ويقدمها ويقنع بيها الجمهور. هي ست ما عاشتش فكره انها تكون ام، وبالتالي مثلت بشكل كبير جدا واقنعتنا انها ام 100%. صح. انا فاكره كمان انها في مره كان في حوار تلفزيوني قالت فيه اتقاني واندماجي في شخصيه الام ده من عند ربنا. قالت كمان ان اللي خلاها تقدم دور الام بالشكل الهايل ده انها كانت بتحط دايما صوره امها قدامها اللي ضحت علشانها كتير بعد ما ابوها مات وهي في سن صغير، ومحسستهاش ابدا ولا مره باليتم ولا يوم حتى ولا يوم طبعا. أبداً.